إياكم بالنسبة في موضوع الـ Eigen Value، القيمة الذاتية والـ Eigen Vector والمتجه الذاتي. طبعاً نحن نأخذ نعيد هذا المثال ونوضحها. طبعاً هذه هي Matrix وهذه هي مجموعة الفكتورز. بدنا نشوف هل الـ View هو الـ Eigen Vector وأم الـ View هو Eigen Vector. طيب شنو هو الـ Eigen Vector؟ هو عبارة عن فكتور إما زيادة أو نقصان، ويكون يعكس لكن عشان يكون الفكتور على امتداد يكون الفكتور الأصلي، يعني هذا الفكتور إذا صار زيادة فيه أو نقصان، يعني استطالة أو ضغط كومبرس أو عمل فيس عكسه، كل هذه الامتدادات يعتبر هو الايجن فاكتور. طيب طبعاً إحنا قلنا هذا الامتداد بالنسبة للفكتور الآخر ناقص 5 ضرب 1